هي الفقرة أصلاً اتجهت لاتجاه آخر، يعني هي كانت بادية بهدف انتهت إلى هدف تاني، ما علينا، الهدف التاني بتاع مثلاً أنا في البريك بقول لها يعني إحنا عايزين الحاجات السريعة وهنعمل إيه دلوقتي في الأكل لما بيفضل منه، الأكل طبعاً مش هناكل كل الأكل ده في رمضان، في كل يوم، بس هو كل يوم يوجوالي الرجالة بيبقوا عايزين كل يوم أكل جديد. أنا ما عنديش مانع على فكرة آكل أكل إمبارح، بس الرجاله ما تبقاش عايز تاكل اكل امبارح، ازاي نعمل ده بطريقه اقتصاديه من غير ما نهدر اكل؟ يا شيف هقول لك، مبدئيا اول يوم رمضان ده بيبقى مثلا بيبقى فيه فراخ محشيه محمره، حمام محشي، طيب اتبقى حماميه، اتبقى صدر فرخه مثلا، نعمل ايه؟ نجيب صدر الفرخه نفصصه كده، نحط عليه بصلايه، وبعد كده نعمل بشاميل، ونجيب الجلاش بتاعنا الحلو، ماشي، الجلاش كده، ونحشي بيه بقى، ونحط جواه خضار مثلا، ممكن بسله، جزر، بيبقى لطيف جدا جدا جدا، سبانخ، اي خضار موجود. البصلايه ليه؟ ما البصلايه عشان جوه تكتر، بلاش بصل، اصل هو صدر هو فرخه، صدر فرخه اللي فاضل. صدر فرخه صغير، هنحط عليه بشاميل عشان يكتر شويه، وهنحط عليه بسله بالجزر كنت مثلا، زودي ده عليه اللي انا بحبه، البسله بالجزر بزله بالفراخ بجزر، فخلاص وبالبشاميل، الدنيا بقى وممكن ذره لو في ذره، لو في خلاص بنجيب ورق البشاميل نحطه ونحشي بيه عادي صينيه بشاميل عاديه، ونقفلها ونحط عليها بيض ولبن جلاش، صينيه جلاش كلها عاديه، طيب بس حشوتها فراخ بالبشاميل والبسله والجزر، دي بقى من الحاجات الممتعه جدا وانت بتاكلي، على ممتعه فكرة بجد، هي شكلها ممتعه. ممكن بالفراخ وبالحمام، وتبقى رز، متبقي رز من اول يوم، متبقي فراخ، نعمل ايه؟ نعمل رز معمر، نجيب الفراخ ننسلها او الحماميه ونحطها، حتى لو الحماميه بعضمها نحطها جوه الرز، ونحط عليه لبن قشطه، بعيدا عن الاكل الصحي ده، ايوه. لبن قشطه، وندخل الفرن، بقى رز معمر حلو قوي. اما تخلصوا الفقره انا لما نخلص الفقره، انا دلوقتي انا بسمع استاذن شويه. وصفات، انا دلوقتي دماغي في ال 30 يوم اللي هنعمل فيهم اكل هو ايه؟ اول يوم بس اللي فري على فكره، عماله تقولوا تاني يوم وتالت يوم ورابع طيب يوم، ما فيش، هم 30 يوم لازم تحضري فطار. اول يوم بنعمل كبيبه، طب احنا عايزين تاني يوم نحط كبيبه، احنا نعملها بطريقه مختلفه، نعملها بطريقتين، يا اما نغرقها دبس رمان ونحط عليها مكسرات لوز او صنوبر على تاني، حسب قلنا المتاح، يا اما نحط عليها زبادي ونشا ولبن رايب، ونعملها كوبيبه بتبقى كده زي بوله كده جواها زبادي باللبن الرايب بالنشا، بممكن بيضه، كل ده على النار، وبعد كده بتتقدم سخنه، حلوه قوي دي بقى، حلوه دي، ريسايكلينج معقوله شويه، فيها امل شويه. دي حلوه قوي.